السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة فيديو أنا شايفه فيديو مختلف شوية، لأن هو تغيير للشركة إحنا اتكلمنا عنها كتير وحاولنا كتير قوي علشان تعمل بعض التغييرات شركة إنفينكس. وفعلا النهاردة أول جهاز من شركة إنفينكس تم فيه تغيير بالفعل. التغيير ده إيه الكويس فيه وإيه الوحش فيه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تنزل تدوس لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعل زرار الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. شركة إنفينكس كان عندها شوية مشاكل، لكن نجحت فعلا في السنة ونص أو السنتين الأخرانيين إنها تطور من نفسها في حاجات كتير جدا. كان عندها مشاكل في الصيانة وقدرت تحلها، كان عندها مشاكل في خدمة العملاء وقدرت برضو تحلها، ما بقاش في منها مشاكل كتير. كان عندها مشاكل في التصميمات الخارجية بسيطة برضو حلت ده، وكانت المشكلة الأكبر هي المعالج. النهاردة أول جهاز بيخرج من عباية P22 MediaTek أو P25 MediaTek هو جهاز إنفينكس نوت 7. وفئة النوت عند إنفينكس ليها معزة خاصة وبيهتموا بيها لأنها من الأجهزة الأساسية ومن الأجهزة اللي بتحقق لهم مبيعات كويسة. الجهاز هنا مصنوع من البلاستيك أو البولي كاربونات أو الإكليريك أو هتسميه زي ما تسميه، لكن هو في النهاية مش إزاز ونوع من البلاستيك المقوى. الجهاز وزنه 206 جرام، وده يعتبر وزن كويس مع حجم الشاشة اللي هي تقريباً مقربة من السبعة بوصة، هي 6.95، ويعتبر حجم الجهاز هنا مع الوزن متناسب جدا ومفيهوش اي مشاكل. بالاضافة لان حاجة جديدة جاية من إنفينكس هنا في التصميم، وهي البصمة الجانبية علشان يسيب لك شكل الظهر كامل، وفي نفس الوقت يبقى عندك بصمة مش في الشاشة بس في مكان مش مؤثر على حاجة في الشكل الجمالي للجهاز. الكاميرات هنا اول حاجة عجباني ان إنفينكس عملت لك تصميم دائري، والتصميم الدائري ده بصراحة مش موجود في اجهزة رخيصة، فهي قدرت او نجحت انها تعمل لك تصميم شكله جديد. بتلاقيها راح تعمل حاجة لقطة حاجة من اجهزة من جهاز غالي وحطتها لك في جهاز فئة متوسطة، زي ما عملت البوب اب كاميرا في الاس 5 برو، فهنا ادتك الشكل ده، شفناه في الميت 30 برو، شفناه في الكي 30 زوم، شفناه في اجهزة فوق ال 7000 جنيه، فهو قدر يديك الشكل ده. فدي حاجة هم شاطرين فيها، انه بيديك حاجات من الفلاكشبات في الاجهزة اللي اسعارها متوسطة. والشاشة هنا IPS LCD HD Plus، وده يعني عيب انا شايفه في الجهاز بصراحة، ما كانش له لازمة، كان المفترض ان هم يخلوا الشاشة Full HD Plus. وكثافة البكسلات هنا في الشاشة هي 258 بكسل في البوصة الواحدة، وده ناتج ان الشاشة HD Plus مع حجم شاشة تقريبا 7 بوصة، فعشان كده كثافة البكسلات قليلة. وجاية برضو بالاو نوتش او البانش هول او الجهاز المخروم او يعني زي ما هتسميها. ويعني بص، هو حجم الشاشة يعتبر نقطة قوة للناس اللي بتحب تلعب جيمز او تتفرج على افلام او الكلام ده، لكن الشاشة بصراحة في الفئة دي مش اعلى حاجة، لان الشاشة HD Plus مع حجم شاشة كبير ما هياش قوية قوي. بس خليني اقول لك برضو نقطه تانية، ان عينك بعد فتره هتتعود على الشاشه دي. انت لو راجل الشاشه بالنسبه لك مهمه قوي، دي راجعه لك، لكن انا بقول لك يعني مع الاستخدام هتقدر تتعود على نقطه الشاشه دي، وخصوصا ان مش كل الناس بتدقق في حته ان الشاشه تبقى الوانها قويه قوي، في ناس ما بتقدرش تفرق ده من بعض. مكتوب او مش متعرف قوي ايه هي طبقه الحمايه اللي على الجهاز، بس انا بصراحه ما لاحظتش ان في طبقه حمايه على الجهاز. الجهاز لازم اول ما تطلعه من الكرتونه تحط له السكرينه اللي بتيجي مع الجهاز جوه الكرتونه، لان لو سبته هيتخدش بسهوله جدا، ممكن من حطه الجهاز في جيبك او من المفاتيح يحصل له خدوش بسهوله، فاول ما تطلع الجهاز من الكرتونه لازم تركب له السكرين. الجهاز جاي باندرويد 10 المبني على واجهه XOS 6.0 الخاصه بشركه إنفينكس. اما هنا بقى نقطه تحول جديده ومختلفه ومتغيره لإنفينكس، معالج ميديا تك هيليو G70 المبني على معمارية 12 نانو متر، والمعالج ده ثماني الأنوية، اثنين منهم بتردد 2.0 وستة بتردد 1.7، ومعالج الرسوميات هنا هو مالي G52. المعالج هنا خلينا نتكلم أول جملة إن تطور كويس جدا لإنفينكس إنها تدخل تنافس في الفئة دي. زمان معالجات إنفينكس، مش زمان ده، مش من بعيد ده، من قريب جدا، كانت معالجات إنفينكس مش منافسة خالص في الفئة السعرية، ولكن هنا قدروا ان هم يطوروا ويغيروا ويحطوا معالج منافس لفئته السعرية. المعالج ده معالج كلمة جي هنا المقصود بها جرافيك او جيمز، وهو معالج مخصص للألعاب.
فده شيء كويس جدا انك هتاخد تجربة العاب كويسة مع شاشة كبيرة، يعني حاجة بصراحة مقبولة جدا وكويسة جدا، وكويس ان انفينكس اتطورت او عملت ده، فيعتبر نقلة نوعية كويسة جدا. اداء الجهاز في الالعاب هيبقى كويس جدا معاك. المعالج ده جربته في اجهزة تانية وجربته في جهاز انفينكس، اداء المعالج ده في الالعاب فوق الممتاز وكويس جدا، وهيخليك تلعب جيمز تقيلة على اعلى اعدادات. بالنسبة للاداء اليومي والمالتي تاسك، المعالج ده هيديك ازيد مما انت متوقع، وواجهة انفينكس اللي كان فيها مشاكل زمان دلوقتي بقت سلسة جدا في الاستخدام وبقت كويسة، فالخلطة مع المعالج هيكون ادائها كويس جدا وما فيهاش مشكلة. الجهاز هنا بيجي ب 6 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة داخلية. نوع الرامات هنا هو EMMC 5.1، وده مش اعلى نوع رامات ومش احسن نوع رامات ممكن تاخده في هذه الفئة السعرية، ولكن هو نوع موجود في اجهزة كتير قوي في الفئة السعرية دي واجهزة كتير من شركات في الفئة السعرية دي. هيبقى تقيل معاك سنة لو انت مالي الذاكرة كاملة وحاطت كارت ميموري خارجي وقاعد تهرس في الموبايل، فهنا بقى انت يعني ما كانش المفروض تشتري جهاز في الفئة المتوسطة، فهنا نوع الرامات هيبدأ يأثر معاك. لكن لو انت استخدامك تقيل وفوق المتوسط مش هيعمل معاك اي مشاكل. وبالنسبة لأرقام الكاميرات، فالكاميرا الأساسية هنا 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي خاصة بتصوير الماكرو أو تصوير الحاجات الصغيرة لحد بعد 4 سنتي. الكاميرا الثالثة هي 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي خاصة بأبعاد العزل علشان تديك عزل هاردوير فتاخد صورة كويسة في العزل. أما الكاميرا الأخيرة فدي فيديو كاميرا ومش نازلة بس غير في الموديل اللي نازل في الجلوبال، وتعتبر من الحاجات الكويسة برضو إن هو علشان يديك في تصوير الفيديو تجربة كويسة. وبالمناسبة كاميرا الفيديو هنا بتصور 1080p يعني فول اتش دي 30 فريم في الثانية، وكاميرا السيلفي هنا 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وبرضو بتصور 1080p 30 فريم في الثانية. انفينكس طول عمرها شاطرة في جزئية التصوير، لكن المرة دي بصراحة تجربة التصوير مختلفة. لما بتبص على الصور حتى على الشاشة ال HD Plus مش بس بتحملها على الكمبيوتر، بتلاقي صور زي ما انتوا شايفين كده تشبع الوان كويس، الوايد انجل واضحة، الوان السماء واضحة، بصراحة الكاميرا هنا كويسة جدا. بالاضافة لان هم عندهم حاجة اسمها سوبر نايت مود بتمكنك انك تصور صور ليلية بشكل كويس. يمكن من النقط القوية اللي ممكن تخليك تتجه للجهاز ده هي الكاميرا والتصوير، لان فعلا صور الجهاز والكاميرا محترمة جدا جدا جدا. في ميزة كويسة جدا انك بقيت في جهاز 8-3000 جنيه بتاخد صوت استيريو، يعني عندك الصوت طالع من مخرجين، من سماعة الاير او سماعة المكالمات اللي فوق وطالع من السبيكر اللي تحت، فتجربة الصوتيات هنا DTS محترمة جدا جدا، مفيش جهاز صوت استيريو في فئة 3000 جنيه خالص، فدي ميزة قوية. لسه موجود مدخل 3.5، وصوت السماعة برضو محترم جدا في المكالمات او في سماع الميوزك، هتلاقي الجهاز شغال معاك وتجربة الصوتيات فيه محترمة ومن الحاجات المميزة في الجهاز. كل المستشعرات شغالة مفيش اي مشكلة، الجهاز بيدعم واي فاي دي والباند، بلوتوث 5، FM راديو، ولو انت شغال بتحتاج الجي بي اس تحديد المواقع على الجهاز محترم جدا، والشاشة دي هتساعدك على الشغل بشكل وبكفاءة كويسة جدا. الجهاز زي ما قلنا جايب سايد فينجر برينت جانبية، وده كويس قوي علشان حجم الجهاز، هي جاية في نص الجهاز تقريبا، فهتبقى مساعداك في الاستخدام انك ممكن تقدر تستخدم الجهاز على طول بعد ما تعمل الانلوك، مش هتعدل وضعية الجهاز في ايدك. استجابة البصمة سريعة ما فيهاش اي مشكلة، ما هياش الاسرع ولكن سريعة جدا وكويسة. الفيس انلوك برضو شغال كويس جدا ما فيهوش اي مشكلة، وبصراحة ما واجهتش اي مشكلة مع البصمة سواء الفيس انلوك او الفينجر برينت. بطارية الجهاز هنا جاية 5000 ملي امبير، رقم كويس مناسب لحجم الشاشة وحجم الجهاز، مع شحن سريع 18 واط، يعني البطارية هتتشحن معاك تقريبا في حدود ساعة و35 دقيقة، والبطارية هتقعد معاك استخدام حوالي 9 ساعات سكرين اون تايم، من 8-9 ساعات شغالة معاك جامد جدا. الجهاز بيشحن بسرعة كويسة قوي، والبطارية بتقعد كويس بفضل المعالج الموفر للطاقة، وبرضو ان الشاشة هنا HD Plus مش مستهلكة قوي. العيب الوحيد او الحاجة برضو اللي احب اعلق عليها ان الجهاز جاي بشحن مايكرو USB،
مش جاي تايب سي. يعني في الفئة خلاص بقى اعتقد ان يو اس بي اتقفل، وبناشد او بوجه رسالة لشركة انفينكس انها تبدأ تغير للتايب سي، ونشوف ده في الاجهزة اللي جاية منها. هي مش هتأثر معاك قوي بس علشان تبقى متواكبة مع الوقت الحالي. رأيي في الجهاز، لو انت عاوز جهاز شاشة كبيرة عشان انت من الناس الجيمرز او اللي بيلعبوا العاب بصفة مستمرة، عاوز تفرج على فيديوهات، فالجهاز هيديك تجربة صوتية كويسة، هيديك تجربة اداء كويسة جدا، بطارية هتستحملك كويس جدا، شاشة عينك هتتعود عليها. ففي المجمل الجهاز يعتبر كويس، وما يعني من الحاجات المقبولة جدا او الكويسة جدا في الفئة السعرية دي اللي هو 3000 جنيه او اللي يوازي 200 دولار تقريبا. وبس بشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او في الانستجرام اللي هتلاقي اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديوهات جاية، وكان معاكم محمد النواوي.